ما شاء الله. وش تقول لقربنا؟ اقول يا طول العمر هذا الجراد ما شاء الله. اذا نطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني. باذن الله بوريكم الطريقه و... لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا امسك الجراد. لا اله الا الله كذا طلع اسلم اسلم شفت ورجليها هذي رجليها هذي نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله. لا 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 ما شاء الله ده حي شوف كيف من البنزين على 50 يلا 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 البنزين شوف وشون ها شوف كل جراد على 50 يلا شيلو ها كل جراد لا 50 انا بعم 70 واعطيه 50 والله انا بعم 50 ايه اسمع انا احرجها قدامه يا اخوي حرام والله انا بس